سملح. موضوع تاعنا اليوم عنوان تاعه الشكر.com، يعني غي تبرح غي صحيتو، ربي يحفظكم ربي يستركم. راك شايف نبدو تبرح تاعنا. قارو شو نجيب الميكرو ونجي. هذه بوسة في خاطر بودكاست عربية وخصوصا يوسف بعلوج. هذه زوج بوسات في خاطر لي فان اللي عاونوني من كاع الجزائر ومن خارج الجزائر. وهذيك البوسات نح راك تسمع في خاطر لجنة التحكيم. لما تجبدوليش على بودكاست عربية ما تجبدوليش، ما تشوطنونيش على لي فان، ما تشوطنونيش، نبغيهم بزاف لجنة التحكيم وعليهم من يخاف. نشكركم بزاف اللي عاونوني بجام وكومنتير وبرتاجي، ونشكر اللي عاونني بكلمة شابة وكفى شابة. انا شاركت في اول مسابقة دارتها بودكاست عربي، وكان الموضوع تاعها سموه الدراسة والتعليم، وانا خسرت في هذيك المسابقة. كانت فيها لافي بلاس لافي شداس لا راكشي فاهميانز. المهم ربح صديقي العزيز وسيم بيلي، مبروك. وهكذا ما فقدتش الامل، فاتوا 7 دورات وشاركت في الدورة الثامنة وكلاسيتها في المرتبة الاولى الحمد لله. وكاع اللي شاركوا في هذه الدورة وفي الدورات المقبلة نتمنى لهم النجاح ان شاء الله. شو اللي ما حكيت لكمش، في الدورة الاولى لبست تريكو تاع سوبرمان وخسرت، هذه الدورة لبست تريكو تاع باتمان وربحت. جماعة بيني وبينكم زعما ما نكونش انا باتمان. بودكاست عربية. ما تديروش عليه. كان معكم ديزت سامويز وليد عبد الواحد من ولاية وهران. نحبكم يجدكم سلام.